ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا آخر فقرة. معانا موهبة جميلة جدا، برضو موهبة الغناء. أنا جايبة لكم النهاردة فقرات غنى جميلة، أصوات جميلة جدا. طبعا هنبتدي هو يعرفنا بنفسه. اتفضلي يا اسلام. اسمي اسلام صفوت من بني سويف. أي تاني كمل. اسلام صفوت فضل. أيوة. عندك كام سنة؟ عندي 25 سنة. في كلية ولا في ايه؟ لا انا مخلص معهد موسيقى عربية. طيب قولي، انت ابتديت بقى تغني من امتى؟ يعني ممكن من وانا عندي 6 سنين مثلا بدأ ان انا اعرف ان انا اغني كويس. على فكرة اسلام، يبقوا قرايبه اللي كانوا هنا، هما كلهم عيلة بسم الله ما شاء الله، يعني عندهم الموهبة بصراحة وصوته جميل قوي. بص يا اسلام، انا عايزة قبل ما ابتدي اتكلم معاك في اي حاجة، عايزاك بقى تغني لي، عايزة تمام الأغنية الخليجية اللي انا قلت لك عليها. ماشي. يلا ابتدي. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى روحي وجالك، أهو ذا اللي حبيبي. الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شيء يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي صار ليها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، حتى شوفوا حالي صعب علي، المشاعر في غيابك دابي فيها كل صوت، والليالي من عذابك عذبت فيني سكوت، وصرت خايف لا تجيني لحظة يدبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت. برافو. بصوا انا بصراحه يعني بحب كده اقف احتراما وتقديرا للصوت ده، انا بحبه جدا، وبالذات اللي بيغني خليجي بحس الاغنيه بتبقى صعبه جدا. برافو عليك يا اسلام، وانت عارف انا وافقت انك تيجي ليه. طيب قول لي بقى، انت ناوي تعمل ايه في حياتك قدام؟ نفسك في ايه؟ لا هو انا نفسي ان انا اتشير وان انا اوصل صوتي برضو، ان انا يعني ابدا ان شاء الله بقى حاجه كويسه في البلد. يعني إيه، انت بتعمل اي اعمال او حاجه الايام دي؟ الايام دي ان شاء الله ممكن يعني ماشي في شغل اللي هو برضو اغاني بس في استوديو يعني ان شاء باذن الله الله، ممكن حاجه قريب باذن الله. ان شاء الله. طيب قول لي، انت بادئ بتقول من انت عندك كام سنه؟ يعني بدات ان انا اعرف ان انا اغني من مثلا من 6 سنين. هو انت مين بيدعمك في الموضوع كان ده؟ والدي وتوفى، ربنا بس يرحمه يا مفيش رب، حد تاني بقى. ربنا يرحمه يا رب، عشان يعني موضوع غنى وكده، فيعني ما حدش بيقول لك لا تغني وليه وكده، ولا عادي؟ لا قلت لا لك عادي، عادي. ممكن والدتي معارضه شويه بس يعني انا جاي من وراها يعني. طب جاي من وراه. هنوريها يا طنط، شوفيه في التلفزيون. طب يلا نزل لنا بقى بأغنية تانية. ممكن ابتهال ديني مثلا. ماشي يلا بينا. بين خوف وذلة وخشوع، خفق القلب خفقة الحيران، سبح الكون كله، سبح الكون كله في خضوع، إذ تجلت مهابة الرحمن، أبدي يدبر الأمر فردا، سرمدي الجلال والسلطان. بين حرفين كل ما شاء يقضي،
مطلق الحكم لن يشارك التاني عالم الغيب عالم الغيب عالم الغيب والشهادة نور يملأ الكون فيضه الرباني. لا بص يعني انا عايزاك تفضل تغني لي كتير كده بصراحه. بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. بص مش عارفه احنا بقى لنا قد ايه وقت، بس برضه هتغني، انا جايبك اصلا عشان تغني الى حد ما هيقول لك خلاص وقت البرنامج انتهى. ممكن اقول حاجه لتامر حسني؟ طيب يلا بينا. حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسه ايد من غير ولا همسه غمض ومد ايديك اول ما افكر فيك هتحس باللمسه بتقول لوحدك اه وبقول لوحدي اه وبتتسمع واحده تبكي عيني عليك تبكي علي عليك هي دموع واحدة عارفك وحاسس بيك وبشوف عينيك بعينيك وكأني بين حضنك وسعت عيوني كتير تبكي عليك من غير حزني ولا حزنك حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسة ايد من غير ولا همسة غمض ومد ايديك اول ما افكر فيك هتحس باللمسة لو كل روح في مكان لينا حبيبي مكان دايما بيجمعنا لا زمن ولا إنسان ولا خوف ولا نسيان ولا موت هيمنعنا. برافو عليك، شرفتني ونورتني. ويا جماعة من خلال برنامجنا زي ما احنا قلنا بندعم كل الأفكار، بدعم إسلام صوته زي الفل بصراحة، بدعم المواهب طبعا اللي جت، وبدعم جروب رودي فاشون، وبدعم طبعا الصغنون محمود الطفل الصغير الأستاذ ده. أي حد عايز يبقى معايا هنا وجنبي زي ما أنا قلت لكم هيجي من الحلقة الجاية إن شاء الله، هيبقى معايا مذيع جديد على مدار 4 حلقات إن شاء الله على التوالي. استنونا، وفكرة النهاردة مستقبل بكرة. إلى اللقاء.